بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وبرنامج الرأي الآخر. وفي مستهل حديثي أحب أن أتقدم بتهنئة خاصة إلى الأمورة سجدة أسعد حسن بمناسبة عيد ميلادها، كما أحب أن أتقدم بتهنئة إلى كل الشعب المصري وإلى معالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أسرة برنامج الرأي الآخر وكل العاملين بقناة الصحة والجمال، السادة مدير البرامج، مدير التسويق، مدير الدعاية والإعلان، السوشيال ميديا، الإدارة الفنية، السيد رئيس القناة وكل العاملين بمجال القناة، يتقدمون بتهنئة إلى الشعب المصري بصفة عامة وإلى معالي السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بصفة خاصة بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي غيرت مفاهيم كثيرة في السياسة الداخلية والخارجية، تلك الثورة التي استطعنا من خلالها أن ننهض اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، تلك الثورة التي أصبحنا من خلالها دولة مؤسسات بمعنى الكلمة، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، كل السلطات تعمل في كد وفي جهد. استطعنا أن نكون لنا سياسة خارجية وسياسة داخلية يشيد بها العالم والشعب العربي والشرق الأوسط بأكمله بقيادة القيادة السياسية والحكيمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الحدث الأكثر تحدثا طبعا في تلك الأونة هو ثورة 30 يونيو. أنا أخذ بس الأول، يعني حبينا أن احنا نعمل حلقة اليوم، حبيت ان انا اجمع كل اسرة البرنامج اليوم للتحدث في موضوع ثورة 30 يونيو. اسرة البرنامج كالتالي، طبعا زميلي طبعا وصديق الاستاذ حشمت طبعا مقدما طبعا في البرنامج، اهلا بيك. اهلا استاذ حشمت. اهلا بيك. الاستاذ مالك طبعا بداري، منسق العام الخارجي والعلاقات الخارجية للبرنامج، اهلا استاذ مالك. الدكتور احمد عبد الستار ثابت، باحث قانوني وباحث دكتوراه ومحامي بالاستئناف والمستشار القانوني لبرنامج الرأي الآخر. أهلا وسهلا الزحمة. أهلا بيك. طبعا هتكلم برضو بعد ثورة 30 يونيو في بدء الحديث، هتكلم طبعا عن الحدث الأكثر أهمية اللي هو حصل في المحليات. السيد المحافظ طبعا طارق الفقي محافظ سوهاج، نكن له بكل التحية والتقدير والاحترام، رجل المحليات الأول في صعيد مصر، استطاع أن يزيل برج مكون من 11 طابق مبني على الأراضي الزراعية، مبني يعني من قديم، يعني منذ فترة بعيدة، ولم يستطع أحد في السلطة التنفيذية أو في المحليات أن يقوم بهذا الدور البارز والفعال. البرج زي ما أنا قلت مكون من 11 طابق مبني على الأراضي الزراعية، صدر له أكثر من 14 قرار إزالة، ولم يتم تحرك أو ساكل السلطات التنفيذية داخل المحافظة، طبعا نتيجة طبعا للأمور اللي احنا عارفينها، المحسوبية والوساطة والنفوذ. طبعا الدكتور اللواء طارق الفقي طبعا قال مقولة يعني شدت انتباهي وشدت انتباه الشعب السوهاجي: لا أحد فوق القانون. نعم، بعد ثورة 30 يونيو لا أحد فوق القانون، أصبحنا دولة قانونية بكل المقاييس وليست دولة بوليسية كما عاهدنا من السابق. الدولة القانونية هي الدولة التي تخضع نفسها للقانون ولا تضع نفسها تحت القانون، أي تخضع حكاما ومحكومين للقانون. أما الدولة البوليسية يعني كالعهود السابقة طبعا، أيام طبعا الراحل، مش هنقول الراحل، مرسي وجماعة الإخوان، كانت دولة ليست دولة قانونية، دولة ليست هنقول دولة بوليسية، احنا هنقول بالمعنى البلدي دولة سبهلالة كده زي ما بيقولوا كده. استطعنا طبعا بعد ثورة 30 يونيو ان احنا نكون دولة قانونية. شفنا طبعا السيد الرئيس طبعا من حوالي 3-4 ايام القرار الذي اصدره بعزل مستشار نائبا في رئيس نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة، طبعا استغلال نفوذه طبعا في بناء برج مخالف. شفنا طبعا السيد الرئيس طبعا ازال محافظين قبل كده، شفنا أقال وزير قبل كده، شفنا دور هيئة الرقابة الإدارية اللي هي بتقوم بدور بارز وفعال خاصة بعد ثورة 30 يونيو. بعد تلك الافتتاحية والمقدمة أسيب الحوار والحديث إلى زميلي الأستاذ حشمت. اتفضل يا باشا.
أول حاجة أحب أهني الشعب المصري كله، أهني القيادة السياسية والشعب والمؤسسات الشرطة والجيش، وأقول إن إحنا النهاردة بعد 7 سنين النهاردة إحنا رايحين نجني ثمار 7 سنين عجاف، وإن شاء الله ربنا يجعل السنين اللي جاية سنين إن شاء الله خير ورخاء وتنمية مستدامة في مصر لنا الحبيبة. أحب أفكركم وأفكر نفسي وأفكر الشارع المصري وفكر العالم العربي ان الثورة المصرية ثورة 30/6 هي استدعاء للروح المصرية، هي استدعاء و احنا رجعنا لعمق التاريخ الحضارة 7000 سنة لا يمكن لأي جماعة ان هي تحكم دولة، ودي جماعة في يعني في لمحة من البصر وفي ظروف استثنائية يعني تخيل إليها ان هي هتقدر ان هي تحكم مصر بالفاشية بالنظام ديكتاتوري بالدم وبالنار، وده طبعا عمره ما هيحصل طول ما احنا موجودين زي ما الرئيس قال كلنا ايد واحده خلف مؤسساتنا. احنا النهارده يعني عدينا من كذا مرحله، اول مرحله مرحله الامن، والامن شبه استتب في بدايه بعد 2013، ثم رحنا لمرحله الاستقرار، ثم احنا دخلنا النهارده في مرحله ايه التنميه الاقتصاديه. احنا بنجني حاليا نتائج الاصلاح الاقتصادي وتحمل المواطن المصري مشكورا على نتائج التحدي الاقتصادي والمرحلة الصعبة ومراحل كثيرة احنا خضناها، ان شاء الله هنناقش على مدار الحلقة 30/6 دي مش ثورة شعب، دي ثورة العرب كلهم، لان اذا سقطت مصر لا قدر الله وهي امنة ولم تسقط سقط العرب جميعا، وان شاء الله مصر في امان وفي رباط الى يوم الدين. وبحب بس في البداية ان انا أوجه رسالة لمعالي الفريق كامل الوزير وأقول له يعني إحنا بندعي لك من هنا إن شاء الله ربنا يتم تمثل حضرتك للشفة، وكل رجل مخلص كل رجل وطني الفريق كامل الوزير من القيادات ومن يعتبر عمود الخيمة في الهيئة الهندسية، مشاريع التنمية اللي إحنا بنشوفها، مشاريع الكباري، مشاريع الإسكان الاجتماعي، فان شاء الله مصر قادمه وقادمه بقوه، ولابد يعني ما ينفعش ان احنا نغفل دور الاشقاء العرب في المسانده في 2013. كان الاحتياطي النقدي وصل لمرحله متدهوره للغايه، الدعم هقول دعم الاخوه ودعم الاخوه في الخليج ودعم الاخوه في العالم العربي كله. استاذن بس استاذ حشمت استاذ الضيوف الكرام، معايا اتصال هاتفي، السيد اللواء محمد نور الدين مساعد اول وزير الداخليه الاسبق والخبير الامني والمحلل السياسي. اتفضل يا سياده اللواء. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. واهلا بيك وبرنامجك المحترم وضيوفك الكرام كلهم واخونا مالك البداري اسد الصعيد منور البرنامج عندكم. ربنا يخليك يا معلم. وبقيت الساده الضيوف. ربنا يبارك. طبعا انا بشكر سيادتك على المقدمه العظيمه اللي اتكلمت فيها عن 30 يونيو تلاميذك يا فندم. في الله يا فندم. لا واثرها، لان فعلا مصر دي زي ما حطمت الاكسوس وزي ما حطمت التتار والصليبيين برضه حطمت صخره الاخوان التنظيم الدولي للاخوان المجرمين، حطمت الى مصر في 30 يونيو الشعب المصري فعلا فخرنا فخر الاديب وسندته قواته المسلحه، حمل الوطن العربي كله من سموم وشرور هذا التنظيم الارهابي الذي يسيء، اول ما يسيء للاسلام وللمسلمين يعني بنفسهم. الحمد لله الشعب ده تبين لي خلال السنه السوداء اللي حكمت فيها مصر قد ايه هم ناس فشله ما ينفعوش غير في القتل والاغتيالات والتدمير والتفجيرات، لكن ان هم يبنوا حاجه واحده بس من الاف المشاريع اللي بنتها مصر تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركه القوات المسلحه والهيئه الهندسيه، اللي بنتمنى الشفاء العاجل للراجل المحترم اللي كان على راسها وزير المواصلات الحالي كامل بير وزيري والفريق مميش وكل مرضانا من الكورونا ان شاء الله تخطاها زي ما تخطينا كورونا الاخوان المجرمين. كورونا الاخوان المجرمين كانت حطم الوطن العربي كله وتسلمه لقمة سائغة للاستعمار ولكل أعداء الأمة العربية، ولذلك هم كان اللي مريعهم التأييد من القوى الاستعمارية ومن أمريكا وكل الدول اللي بتسندهم تأييد مادي ومعنوي. كلنا شفنا صورة أوباما وهو بيسقف ساعة تخلي
الرئيس الأسبق حسني مبارك على السلطة، وشفنا الهجوم على الفريق الأمريكي كله ساعد انتصار الشعب وإسقاط حكم الإخوان المجرمين في 30 يونيو أو في 3/7 تحديداً. أنا واحد من الناس كنت بتردد على بعض الفضائيات، وكنت برجع من طريق التحرير، وشفت الثورة الحقيقية اللي فيها الجد والجدة والابن والزوجة والأولاد كلهم خارجين، وناس بسطاء جدا وناس من قرى خارجين يعلنوا رفضهم لحكم الإخوان المجرمين والحكم المرشد اللي جيب أكل شهاد عايز أكره الشعب في موروثاته الأساسية وحقه الأساسي. يعني عمر الشعب المصري، طول عمر الشعب المصري يقدس ويحب القوات المسلحة، لأن اللي فيها كلهم أولادهم في القوات المسلحة، جم الإخوان المجرمين بأكل شيء يسقط حكم العسكر. قواتنا المسلحة ما هياش عسكر، عمرها ما كانت عسكر، ده ابني وابنك وعمي وخالتي وخالتي وكل الناس اللي فيها. إعادة هيكلة الشرطة يسقط مش عارف القضاء الفاسد، ده الإعلام سحر الفرعون. أنتوا جايين تعادوا كل مؤسسات الدولة الوطنية، امال انتوا هتحكموا مين؟ هتحكموا اهلكم وعشيرتكم بس؟ شفنا الاعلان الدستوري اللي بيدي سلطات للرئيس الخائن محمد مرسي، بيقول فيها استغفر الله العظيم، يعني انا الحكم الاعلى، قرارات رئيس الجمهوريه لا تصد ولا ترد وغير قابله للطعن باي طرق من طرق الطعن العاديه او غير العاديه وغير قابله للنقد والابرام وغير وغير. ده فرعون ما عملش كده، اللي قال انا ربكم الاعلى. فالحمد لله ان الشعب في هذه الايام المجيده من 7 سنوات تخلص من هذه الفشيه الدينيه التي تحكم باسم الدين والدين منها براء، تخلص وسندته قوات المسلحه، ولذلك العالم كله تفهم كذبه الاخوان من ان ده انقلاب عسكري. كل العالم تفهم ان دي اكبر ثوره شعبيه سندتها قوات المسلحه، لا من القوات المسلحه تقعد الشعب، لا من قعدت مع الشعب لاسقاط الحكم اللي قبل كده، وانحازت مع الشعب برضه لاسقاط حكم الاخوان وايدته وحمته. وما زالت القوات المسلحه لغايه النهارده تدفع ضريبه من دمها وارواح ابنائها دفاعا عن هذا الشعب، سواء في سيناء او في اي او في حدودنا الغربيه او الجنوبيه او الشماليه. ونحمد الله ان جيشنا من اقوى الجيوش العالميه عشان يساند المكاسب الثوريه اللي تحققت، وخاصه في 7 سنين الاخيره مشاريع ما كناش نحلم بها ابدا. تمام يا سيادة المساعد، معك مالك يا سيادة المساعد. أولا أقول لك كل سنة وأنت طيب، بما أنك راجل من رجال الشرطة البارزين في مصر، واللي كان لسعادتك دور كبير في وقت الثورة وفي إصلاح حكم الإخوان، وكان ليك كلمة مسموعة في جميع القنوات، وسعادتك كنت بتحلل بتحليل مميز، يعني لأنك عندك خبرة وتعاملت معهم كتير من حكم عملك معهم وحكم شغلك وحكم تفاهمك ليهم. يعني نشكر السيد اللواء. اتفضل. انا اقول لك حاجه بس اخيره في هذا اليوم التاريخي. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. تصالح الشعب المصري مع قوات الشرطه المصريه صلحا تاريخيا، وكان واقف ضباط الشرطه وافراد الشرطه في ميدان التحرير وفي جميع ميادين المحافظات بيدوا الميه للمتظاهرين وبيدوا لهم وجبات وواقفين معاهم وبيأيدوهم، ومن قبل 15 من قبل 30 يونيو ب 15 يوم بالنادي العام لضباط الشرطه نادى كل اعضاء النادي المنتخبين للشرطه يسقط حكم تمام. المرشد، ولن نحمي مقرات التنظيم الارهابي الذي قام بحرق مقرات الشرطة على مستوى الجمهورية. فالحمد لله في هذا اليوم المجيد 3/7 من 29 يونيو، يعني تمام، وقف الشعب يحرسه الجيش والشرطة تمام، وعشان كده الشعب عرف مين عدوه من حبيبه تمام. وقت الأزمات لما بيبص يمينه وشماله يلاقي قواته مسلحة كبير. آسف أشكر السيد اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الخبير الأمني والاستراتيجي. طبعا احنا أسرة برنامج الرأي الآخر وكل عاملين طبعا نشيد بدور الداخلية، أجهزة المعلومات، قطاع الأمن الوطني، الحروب الداخلية من ناحية التصدي لجماعة الإرهاب، التواجد والتمركز بصفة مستمرة في أزمة كورونا، الانضباط الأمني، ضبط الجريمة، كل ما يتعلق بالجريمة وبالقانون. نشكر طبعا كل قيادات الداخلية وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية، مساعدين وزير الداخلية، كل ما هو شريف في الداخلية نشكره من تلك القناة المحترمة قناة الصحة والجمال، نشكر كل قيادات الداخلية.
ابدا طبعا بالدكتور احمد عبد الستار ثابت، تعليق حضرتك او رساله طمانين او تهنئه للشعب المصري من خلال ثوره 30 يونيو المجيده. اتفضل. اولا في البدايه اهني الشعب المصري والشعب العربي اجمع بثوره 30 يونيو المجيده، الثوره اللي غيرت ملامح مصر عموما ووصلت احنا كنا في يعتبر في كابوس انزاح. ونشكر القياده السياسيه متمثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قيادات الجيش وكلنا كمصريين ورا وخلف القياده السياسيه، ونهني ونبارك الشعب المصري بثوره 30 يونيو المجيد. وكل الشكر والتقدير ليك يا استاذ اسعد والاستاذ حشمت والاستاذ مالك واسره البرنامج وقناه الصحه والجمال اللي اتاحت لينا الفرصه ان احنا نتكلم عن ثوره 30 يونيو العظيمه اللي وفت بعهودها اللي عهدتها للشعب المصري. والحمد لله ان احنا وصلنا لمرحله شفنا فيها مشروعات ما كناش نتخيل انها تحصل. يعني انا من محافظه سوهاج، كان عندنا في كوبري نفق العروبه، لم نتخيل في يوم الايام ان ممكن يتعمل كوبري يعني موازي للنفق اللي كان يعتبر هو كان ترعه مردومه واهل سوهاج كلهم يعرفوا ذلك. ففي مشروعات الكورنيش، توسعه الكورنيش الجديد، العاصمه الاداريه الجديده، يعني في مشروعات احنا المفروض كشعب مصر نقف مع القياده السياسيه ونقف مع الجيش المصري عشان نوصل لمرحله بر الامان، نوصل ببلدنا لمرحله احنا عاوزينها تكون في اعلى شيء، لان دي بلدنا واحنا مستحيل نخرج بره بلدنا، ودي دي الوطن. اشهد بموضوع ذكره لي زميل وقرات عنه، يعني كان في احد الزعماء العرب اتكلم عن مصر وقال ان مصر لو جاعت مصر مش هيقدر العرب على اشباعها، ولو جاع العرب مصر تستطيع اطعام العرب، ولو سقطت مصر هتسقط العرب كلهم. صحيح صحيح. احنا يعني النهارده بنتكلم عن ذكرى وبنفتكر مع بعض اللي حصل في 30/6. طبعا المواطن المصري هو الارتكاز، وهو يعتبر هو الضمانة للدولة كلها، وهو زي ما بنقول كده هو عمود الخيمة للدولة المصرية، المواطن المصري. طبعا أستاذ مالك طبعا برحب بيه كأحد أعضاء البرنامج، والدكتور أحمد. أستاذ مالك كحضرتك يعني كرجل أعمال وكرجل من وجهاء محافظة سوهاج، شايف المواطن في صعيد مصر شاف بكورة التنمية ازاي بعد 30/6؟ والله يا اولا نهني فخامة الرئيس والشعب المصري والجيش والشرطة بالثورة 30 يوليو. بالنسبة لشايفها سوهاج حاليا في الفترة اللي فاتت دي طفرة، يعني طفرة تحسد عليها، يعني بقيادة اللواء طارق الفقيه محافظ سوهاج الجديد، اللي الراجل بقاله 6 شهور حاليا يعني بيعمل، بس بيعمل بصمت. الحقيقه عمل مجهودات عظيمه بالنسبه للكورنيش. الكورنيش من عندنا من الناحيه الغربيه، نص الكورنيش بالضبط، الاسفلت اللي احنا ماشيين عليه ده مش اسفلت، ده مصبوب خرسانه، يعني المقاسات عندي بالضبط مش موجوده، بس كله صبت خرسانه، يعني الناس ماشيه فوق النيل. في توسعات جميله عاملها سيد المحافظ، في الكوبري الجديد المعمول، في البرج اللي اخذ القرار اللي قاله قبل كده 10 قرارات ازاله. طبعا 10 قرارات ازاله وما حدش نفذه، جه نفذه هو السيد المحافظ حاليا. هنا بترجع للمحافظ عنده اراده، بالظبط اراده سياسيه، واخد صلاحيات كتيره، وهو ممثل الاداره المحليه، الرجل القوي والرجل الاول في محافظه سوهاج، وتصدى لمخالفه، لان دي دوله قانون، والرئيس قال يا تكون دوله يا تكون حاجه تانية. استاذن بس استاذ حشمت استاذ مالك الدكتور احمد الاستاذ سعد الزنط. دكتور سعد الزنط اتفضل يا دكتور. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء
بيكم، اهلا وسهلا. مرحب بحضرتك يا دكتور سعد. اهلا بيك. أهلاً. الله يخليك يا رب. حضرتك شايف يعني بعد 7 سنين شايف احنا وصلنا لفين، وهل هل كل طموحات الشعب اتحققت، واحنا محتاجين ان احنا نقف ورا خلف القياده السياسيه في ظل ان مصر بتحارب على اتجاهات ياما، تحديات الامن القومي كتير، شايفين موضوع ليبيا، شايفين الازمه في سد النهضه، شايفين حركه انا احب اسميها يعني حركه سماح على الجبهه الشرقيه، شايفين التدخل والغزو التركي، لان صراع قوميات ما بين القوميه العربيه وما بين القوميه العثمانيه والقوميه الفارسيه. اتفضل حضرتك. الحقيقه انت سؤالك مركب، عاوز حلقه ولا حلقتين؟ وده دليل على انك انت ناهم، يعني عاوز نقول كلام كتير. حضرتك يعني حضرتك يعني مش شخصيه عاديه طبعا، يعني دكتور سعد ده انت حضرتك استاذي وليك الفضل بكل شيء وبتعلم من حضرتك، وحضرتك اضافه كبيره لينا في البرنامج. العفو، احنا بنتعلم من بعض. الله يخليك. مبدئيا هم 6 سنين مش 7، عشان بس نظبط الايقاع. 6 سنين، السنه اللي كان فيها الرئيس المحترم الحقيقه المستشار عدلي منصور، وده كان ادى كما يجب في ظروف صعبه للغايه، ويجب التحيه واجبها لي. اما 6 سنين اللي بعديها فانا متصور، انا بس يعني بعض الحاجات القليله اللي يجب ننتبه ليها. ناخد بالنا ان اللي اتصرف على مشروعات خلال 6 سنين لغايه النهارده، وده من بق رئيس الوزراء من شويه، 4.5 تريليون جنيه. هذا المبلغ مبلغ خرافي بالنسبه لاي دوله بحجم مصر. الحاجه الثانيه ان ال 4.5 تريليون جنيه اتوزعوا على مشروعات الحقيقه كلها مشروعات بنيه اساسيه، وده كان فهم او مدخل صحيح من جانب القياده السياسيه، لان بدون بنيه اساسيه محترمه لن تستطيع انك تتكلم في موضوعات امن قومي ولا موضوعات اقتصاديه ولا موضوعات اجتماعية وأيا كان، لأن المشروعات كلها مشروعات بنية أساسية شاملت كل مجالات الحياة في مصر حتى آخرها النهاردة. وهم الحياة الرئيس دلوقتي يفتتح بعض الحاجات، منها مطار جديد في العاصمة الإدارية بيشتغل دلوقتي، مطار تفنكس بيشتغل دلوقتي، وعدة مشروعات خاصة بالتحلية وبالمية وبالزراعة وبالسياحة وحاجات كتير الحقيقه. يعني المقصد من الكلام ان ال 4.5 تريليون جنيه مبلغ ضخم جدا، او استثمار عشان نبقى اكثر دقه، استثمار ضخم جدا وزع بشكل جيد على بنيه اساسيه بتستشرف المستقبل وبتدعم اسس ومقاومات دوله. احنا بنقول، وربما البعض يعتقد انها ادعاء، لكن بالفعل احنا بنقول إن مصر لم تنتقل نقلة حضارية من أيام الخديوي إسماعيل في عصرها الحديث إلا في هذه السنوات الست. يعني حضرتك كان ليك تصريح إن إحنا قلنا إن إحنا عبرنا من محمد علي للخديوي إسماعيل. نعم. للخديوي إسماعيل ثم رئيس السادات ومرحلة الرئيس السيسي. أنا مع حضرتك تماما. شوف، مصر طول عمرها بتبنى، وطول عمرها مصر لها الحقيقه قاده رائعين، لكن في العصر الحديث احنا ازاي، انا معاك من 1805 بدايه عصر مصر الحديث مع محمد علي بدات الدوله تاخد شكل دوله، بدا يبقى فيه حاجات كتير لشكل ملامح الدوله. لكن ليه انا بقول الخديوي اسماعيل؟ وللاسف هناك متنصعين كل تخصصهم هو التركيز في تشويه اي حاجه خاصه بمصر، فشوهم ضمن ما شوهوا الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل للي ما يعرفش ليه انا بربط في النقله الحضاريه، هو كل حد حكم مصر من قبل ايام الفراعين لغايه النهارده ادى لمصر، صار حتى الرئيس مبارك الله يرحمه، السادات، عبد الناصر، كل الحقيقه حكم مصر حتى في عصر الخديوي والممالك، الكل عمل. لكن النقلة الحضارية تعني أن هناك نقلة واسعة رأسية وأفقية تصلح للإنتاج لـ100 سنة ولـ200 سنة، ده اللي عمله الخديوي إسماعيل.
وهقول لحضرتك حاجات بسيطه جدا عشان وقتكم. اتفضل. اللي عمل قناه السويس اللي لغايه النهارده بتنتج، وفي السنوات السوداء اللي فاتت قبل 6 سنين دي وخلال السنين السادسه كانت هي قناه السويس الوحيده اللي بتجيب لك عمله بعد ما توقف السياحه وتوقفت السياحه وتوقف التحويل العماله من الخارج. كانت قناه السويس اللي عمل خديوي اسماعيل. خديوي اسماعيل اللي عمل السكه الحديد. خديوي اسماعيل اللي عمل عندك اول برلمان. خديوي اسماعيل اللي وصل مصر اول مليون فدان للزراعه. خديوي اسماعيل اللي عمل 13,000 كيلو متر طولي من السرع والمصارف نقصت الان ما زاد. خديوي اسماعيل اللي عمل وسط المدينه ومدينه القاهره، اللي عمل الاوبرا. خديوي اسماعيل الحقيقه البريد المصري عمل حاجات كتير جدا لغايه النهارده احنا بنشتغل بيه. اذا هذه هي سمات النقله الحضريه. طيب بيعمل ايه السيسي النهارده؟ اتفضل. انت اللي اتعمل النهارده من بنيه اساسيه الحقيقه مرورا بكل اللي اتعمل من قناه السويس الجديده وما وما لغايه ما يوصل للعاصمه الاداريه الجديده اللي هيبقى نظام تشغيلها وادارتها يصلح ل 200 سنه جايه لانه يناسب اولادنا واحفادنا اللي جايين. اذا هذه نقله حضريه. فعشان اختصر الكلام، مصر الحقيقه في الست سنين اللي فاتت انتقلت نقلة حضارية جديرة بيها مصر. نرجع بقى لبعض التفاصيل القليلة، مسألة اتجاهاتك الاستراتيجية اللي انت عندك من ست سنين، واتجاهاتك الاستراتيجية خاصة الاتجاه الشرقي كان فيه مشكلة، مشكلة الإرهاب، مشكلة نقل الإرهابيين، مشكلة التواطؤ اللي حصلت عليك، لأن الموضوع أكبر بكثير من موضوع الإرهاب. ده وسيلة من الوسائل أو زراع من الأزرع. دي الحالة الأخيرة فيه. نعم دي الحالة الأخيرة. نعم كان في من بدري وطول عمرها مصر معرضه، وكان في محاولات من 2001 من بعد احداث سبتمبر، وتنعت احداث سبتمبر للي هيكون بعد كده اللي خطط ليه من قبل الديمقراطيين، وهو مساله بدات بجمهوريين ثم الديمقراطيين، ووجد صدى للاسف عند بعض الدول اللي كنا بنعتبرها شقيقه ولا جاره ولا ايا كان، لكن طلعت كلها دول طامحة أو طامعة أو متآمرة أو وظيفية زي إيران زي تركيا زي إسرائيل زي قطر وهكذا. نرجع نقول تاني إن المرحلة من 2001 كان المقصود السيطرة التامة على مصادر الطاقة وثروات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب كان منطقة الخليج، لكن هم يعلموا تماما إن لو سقطت مصر سقطت المنطقة بالكامل. ولذلك كان لما ما قدروش على مصر في 2011 عملوا ايه؟ حاولوا انهم تطبيق استراتيجية الطرق بشدة على الجدران لإسقاط دولة المركز. فالتآمر من حواليكوا على كل اتجاهاتك الاستراتيجية بدأ بالاتجاه الشرقي، واعتقد ان انت نجحت جدا في تصفية كل اللحيق بيك في المنطقة الشرقية او في اتجاهك الشرقي، وبعدين رجعنا تاني للمنطقه الغربيه اتجاهك الغربي واتجاهك الجنوب. وعلى الرغم من ان ربما الاهداف التكتيكيه مختلفه، لكن الهدف الاستراتيجي واحد هو ارقاء مصر او تجويع مصر. يعني الحديث مع حضرتك شيق، وحضرتك توعدنا ان حضرتك تكون ضيف في حلقه كامله نفردها نناقش فيها تحديات الامن القومي داخليا وخارجيا. انا بشكر حضرتك ومداخله قيمه الدكتور سعد الظن مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه واخلاقيات الاتصال. شكرا يا فندم. شكرا. ارجع للدكتور احمد عبد الستار ثابت. الحقيقه طبعا بالاصاله عن نفسي وبالاصاله عن جموع المحامين وبالاصاله عن الدكتور احمد عبد الستار ثابت المحامي بالاستئناف وكل محامين مصر، نتقدم طبعا بخالص التعازي الى الاستاذ ماهر رشوان نقيب محامين سوهاج على وفاه شقيقته، خالص التعازي. وقبل ما يعني ما اخش على الدكتور احمد، طبعا احنا بنتكلم عن ثوره 30 يونيو، احب ان انا اعرف بس شكل النقابه العامه للمحامين قبل الثوره وبعد الثوره، ايه شكل نقابه المحامين حاليا؟ تعليقك. والله نقابه المحامين قبل ثوره 30 يونيو ولا قبل الثوره كان ايه شكل النقابه؟ بعد الثوره النقابه اولا ايام الاخوان، يعني اقصد يعني ايام الاخوان نقابة المحامين لا تتأثر بأي تيار سياسي، وأنت تعلم ذلك والكل يعلم ذلك. أيوه، والأستاذ سامع عاشور قال برضو مقولة شهيرة. الأستاذ سامع عاشور، النقابة ليست مكان للإخوان. أستاذنا
ونقيب سابق والاستاذ رجاء عطيه النقيب الحالي، يعني كلهم اساتذتنا، كلهم اساتذتنا. النقابه لن تتاثر باي تيار سياسي، نحن رجال قانون، نحن رجال قانون، نطبق القانون، نطبق القانون ونلتزم بالقواعد دون الانتماء لاي تيارات معينه. هناك اتجاهات والكل يعلم ذلك، في اتجاه معين لمجموعه من المحامين يكون له اتجاه نحو تيار معين، ولكن ذلك لا يمنع من عمله، لا يمنع من عمله، ولكن في نفس الوقت لا يؤثر على الحياة السياسية في مصر، لا يؤثر على الحياة السياسية في مصر. ما أكونش أنا مثلا أضر بالحياة السياسية وأضر بزمايلي وأضر بالمجتمع وأضر ببلدي، ماشي، وأقول أنا بأدي دور، لا، ما ينفعش، لازم يكون لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. ونحن رجال قانون نطبق القانون، نطبق القانون ولا ينتمي لأي تيارات سياسية، الكل سواء، الكل سواء بالقانون. نحن دولة قانون، دولة قانون، دولة مؤسسات، والرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية المحترمة رسخت ذلك في ذهن المواطن المصري وجميع طوائف الشعب المصري. وأقدم خالص العزاء للأستاذ ماهر رشوان نقيب محامين سوهاج، وكان المفروض في مداخلة لحضرته، فنظرا للظروف اللي حصلت نقدم له خالص التعازي على وفاة شقيقة سيادته، وإن شاء الله بإذن الله نهنيه ونبارك له بتعافيه وعودا حميدا، وإن شاء الله بإذن الله النقابة هتكون في دور أحسن وأحسن في ظل القيادة السياسية المحترمة، وهتقدم إن شاء الله بإذن الله ونقدم التهاني لتكوين مجلس النقابة برئاسة نقيب الأستاذ رجاء عطية، ونتمنى له التوفيق بإذن الله، ونتمنى من المحامين الوقوف بجانب بعضهم دون أي استثناءات أو مهاترات تصل بنا إلى حد لا يليق أن نصل إليه كمهنة عظماء. نحن مهنة العظماء، نحن رجال قانون. يعني احنا من إحدى مكتسبات ثورة 30/6 احنا طبعا يعني اقل كلمه ان تتقال نقول شكرا لسياده الرئيس، شكرا ان انت لبيت الندى، شكرا يا رئيس ان انت ما خذلتناش وان شاء الله مش هتخذلنا، وكلنا ثقه فيك وفي المؤسسات الرسميه. نثق فيك. ده كان احد المقالات للاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام، وانا بهنيه من هنا على توليه، وان شاء الله يكون قياده حكيمه ويضبط المنظومه الاعلاميه ومساق الشرف الاعلامي ويضبط عملية الوعي الجمعي للمشاهد المصري لتنظيم الإعلام. هحب أتكلم مع الأستاذ مالك. الأستاذ مالك بما أنه هو أحد رجال الأعمال وأحد المتصدين للعمل الخدمي في صعيد مصر مش محافظة سوهاج بس، يعني حضرتك أنت شايف أحد مكتسبات الثورة هي ترسيخ دولة القانون وإعلاء سيادة القانون. بالنسبة لصواج يعني كان في اليومين اللي فاتوا دول السوشيال ميديا مقلوبة برج جرجة برج جرجة برج جرجة على مدخل مدينة جرجة. عاوزين نعرف من حضرتك، وخصوصا ان حضرتك كنت شاهد عيان على الواقع، لو تحكي لنا حضرتك باختصار. يعني قبل ما اخد بس استاذ مالك بس شاهد عيان على البرج بتاع جرجة، اخد طبعا زميله طبعا في الحدث طبعا الاعلامي احمد عبادة، الاثنين طبعا كانوا متلاصقين مرة واحدة. اتفضل الزحمة ده استاذنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بك استاذ احمد. استاذ احمد استاذنا اولا انا برحب بالاستاذ اسعد. الله يخليك يا فندم. حشمت استاذ مالك والدكتور احمد، حضراتكم من الشخصيات القضيه اللي لها تاثير في الراي العام، والبرنامج بتاعكم اسمه الراي الاخر اللي هو دائما ما يتناول القضايا التي تهم الشان الصعيدي، وانتم النهارده بتتكلموا في موضوعين حيويين بيحركوا كل الشرائح الموجودة في الشعب المصري، سواء كانت ثورة 30 يونيو اللي هي غيرت مجرى التاريخ في مصر واللي جعلت مصر النهاردة بتقع قدميها
في مصاف الدول المتقدمة، مصاف الدول النهاردة اللي لها قوة ولها سيادة ولها ريادة ولها فكر ولها رؤية ولها استراتيجية ولها تغيير حقيقي يمكن كل الشعب المصري شافه طبعا وحسه ولمسه، يمكن آخرها البصمة اللي وضعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بافتتاح مستشفى العز القوات المسلحة اللي احنا شفناه على الطراز العالمي، واللي بيقول ان احنا عندنا قيادة سياسية بتخطط، قيادة سياسية بتنفذ، قيادة سياسية بتحس بآلام المواطن البسيط، قيادة سياسية النهاردة بتأخذ الاعتبارات العلمية والتكنولوجية الحديثة في تلبية المشاكل اللي احنا بنواجهها، زي ما شفنا طبعا فيروس كورونا اللي هو يعتبر بؤرة اهتمام العالم كله النهاردة، وان مصر استطاعت بفكر القيادة السياسية ووزارة الصحة ان هي تضع خطوات حقيقية ملموسة وتسد العجز اللي موجود بالنسبة لهذا الوباء، واللي احنا استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نسيطر عليه الى الان بنسبة معقولة بالنسبة للامكانيات المتاحة بالنسبة للدولة المصرية، وشفنا المستشفى قد ايه بتمتاز بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي يحتاجها المريض والطبيب والمسعف وكمان العامل البسيط، واللي احنا نعتبر لابد ان نرفع القبعة للقيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اما الموضوع الاخر الذي يتناوله البرنامج والذي يعتبر نقطة تحول حقيقية اخرى بالنسبة للقيادة السياسية والقيادة المحلية، استاذ احمد يا استاذ احمد استاذنك بس، حضرتك طبعا كنت طبعا في الحدث بتاع برج الإزالة بتاعت جرجة في سوهاج، أهم الأشياء اللي لفتت نظر حضرتك في الإزالة وفي تعليمات السيد المحافظ وتعليمات السيد مدير أمن سوهاج والمساعدين؟ اتفضل الزحمة. يمكن أهم شيء كان لافت لي وللمتابعين لهذا الحدث الجلل هو تطبيق سيادة القانون، ليس هناك فرق ما بين شخص وآخر عند تطبيق القانون. يمكن الشعب المصري كان متعاطف لحجم هذا المبنى الذي يعتبر يحتوي على 11 طابقا والذي يحتوي على تقريبا 60 شقة سكنية وفي موقع متميز وإمكانيات مالية كبيرة، والكل كان يريد أن يتحول هذا المبنى إلى معزل لمرضى فيروس كورونا أو إلى مصلحة الحكومية، ولكن نقول لهؤلاء جميعا أن الدولة عندما يكون هناك قانون لابد أن يطبق ولابد أن نحترم القانون وألا نعتدي على أملاك الآخرين في مثل تلك الأمور، لأن القانون لا يفرق بين قوي وضعيف، الكل أمام القانون سواسية. والشيء الملفت للنظر في هذا الحدث هو الخطوة الجريئة التي استطاع القيادة الفزة اللواء طارق الفقي أن يقوم بتنفيذ القانون، وهذا إن دلف إنما يدل على أننا نتحرك كقوة سياسية وكمحافظين وكيادريين نحو الطريق الصحيح. مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، مصلحة الدولة هي التي تكون الشغل الشاغل للقيادات السياسية والتنفيذية الموجودة على أرضنا الحبيبة. هذا يعتبر تغيير فكري وثقافي بالنسبة للقيادات، يعني كان هناك في السابق يكون اعتبارات للرأي العام وللتأثير الخارجي، ولكن اليوم نرى أن القيادة السياسية تضع نصب عينيها أن مصر فوق كل شيء وأن القانون فوق كل شيء والقانون لا يفرق بين أحد وآخر. الشيء الثالث الملفت للنظر كان هناك طبعا تكثيف للجهات الأمنية المتواجدة التي تضع القانون والتي تحافظ على الأمن والسلام المصري الذي وجدناه من وجود السيد اللواء حسن محمود مدير أمن طبعا محافظة سوهاج وكل القيادات الموجودة في محافظة سوهاج التي كانت تضع يدها بيد مع القيادة السياسية المتمثلة في السيد المحافظ. الشيء الرابع الذي طبعا لاحظناه بالنسبة لهذا الحدث الجلل أنه سيكون هناك تطبيق لكل قرارات الإزالة التي تبناها السيد رئيس مجلس الوزراء والتي من خلالها صدرت القوانين من خلال القيادة السياسية المتمثلة في السيد وزير التنمية المحلية. ومن هنا أستطيع وما تنساش أستاذ أحمد كان كمان بخصوص المبنى أنه جاي في حتة زراعية وخارج الحيز العمراني، زائد ان هو كان بيربط بين محافظة اسوان ومحافظة سوهاج على طريق حيوي. ما تنساش كمان احنا شفنا بعيننا انا وحضرتك امبارح احنا موجودين في الحدث، المبنى كان هش للغاية، يعني كان اقل من 10 سنين كان على ما اعتقد كان ممكن يتصدع. يمكن يا استاذ مالك كان هناك لجنة مشكلة من عميد كلية الهندسة والذي اشرف بسيادتي وفريق من طبعا الخبراء التصديق بالنسبه للشان الهندسي ان هذا المبنى وهذا للراي العام وهذا يعتبر تصريح بالنسبه
بالنسبه للراي العام الذي كان يتعاطف مع مالك هذا البنايه انه غير مطابق للمواصفات الانشائيه وبناء عليه اتخذ وبدون ترخيص لا طبعا لم يكن هناك ترخيص لانه في ارض زراعيه وليس في ارض تبع الحيز العمراني. مظبوط. والدليل على ذلك ان استاذن الاستاذ احمد فاصل للاذان. مرة أخرى أعود، بس أنا عايز يعني لمحة بسيطة، يعني طبعا الحلقة كلها طبعا سياسية طبعا اجتماعية محلية، فأنا حبيت أن أبدأ بخبر رياضي بسيط. الأهلي يرسل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الدولة. يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إرسال مذكرة رسمية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنص على كالتالي: تمسك النادي الأهلي باستكمال الموسم الكروي في التوقيت الذي حددته الحكومة المصرية، وذلك بما يضمن عودة آمنة تساهم في تحقيق الأهداف الصحية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية. تفضل استاذ حشمة. يعني احنا بنستكمل كلامنا عن التنمية والتنمية في صعيد مصر والمجتمعات العمرانية ومدينة سوهاج الجديدة وفي كل الظهير الصحراوي للصعيد من أول الجيزة حتى أسوان. طبعا استاذ مالك انا دايما بوجه له الكلام على اساس ان استاذ مالك يعتبر هو لامس ونبض المواطن في صعيد مصر في الكرة وفي النجوع، مش المركز بس او مش في البندر بس. فانت شايف حضرتك ايه الاختلاف من 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 6 سنين للنهارده؟ والله هو بص يعني هل المواطن في صعيد مصر حاسس باللي بيحصل؟ حاسس بالتنميه في الفتره الحاليه؟ في فتره يعني الفتره اللي احنا فيها دي حاليا في انجازات معموله، في طرق بتتوضب، في كوبري بيتعمل، في الكورنيش تشطب وجاهز، في جامعة سوهاج برضو ما ننساهاش برئاسة الدكتور أحمد عزيز، برضو عامل برضو فيها مجهود عظيم. اللي هو طارق الفقي برضو عامل شغل في الفترة اللي مسكها دي برضو كويس جدا جدا. في كمان معاه بمساعدة الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ بالقيادات الأمنية اللي معاه كلها، يعني في شغل كويس معمول في سوهاج الحمد لله. حملت شكر وتقدير ل 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة والسارية زي فيروس سي، شفتها ازاي أو تابعتها ازاي في محافظة سوهاج؟ وحملة أخرى مماثلة للكشف عن أورام السادي لدى السيدات واهتمام القادة السياسية بالمرأة بخصوص عام والمرأة في صعيد مصر، لأن يعني أنت جيت الدنيا من رحم امرأة من نصف امرأة ويعني كونت اسره من نصف امراه، فالمراه مش نص المجتمع، المراه المجتمع كله. والله صعيد مصر وكان في فتره احنا بنسميها الكبيره، يعني كان في فتره حضرتها انا بتاعت الكشف عن فيروس سي، كانت حتى حملات موزعه على جميع النجوع عندنا. تمام. من ضمنهم انا كشفت انا يعني من النجوع والكره. كان في كان المبادره اللي قام بها السيد الرئيس برضو كانت في النجوع عندنا وفي القرى وبتلف، ما سابتش البيت الا ما راحته، او ما سابتش انسان الا ما كشفت عليه. فالحمله شغاله كويس الحمد لله. تمام. اتفضل. طبعا موضوع الحلقه طبعا دي طبعا مواضيع كثيره وبي حاجات كثيره. انا عايز اوجه بس يعني زي ما احنا بنتكلم على اهم الايجابيات للسيد طبعا البطل طبعا اللواء طارق الفقي، انا بسميه طبعا بطل محليات طبعا في الصعيد، ان هو يقوم بقرار ازاله في هذا التوقيت، والبرج طبعا قديم وبرج طبعا ذو مبالغ ماليه كثيره، هو بطل محليات في صعيد مصر. بس عايز اوجه ليه الاستغاثه ديت جات لي من يعني من اهالي قريه بسيطه في مركز المنشاه اسمها قريه اولاد هارون بمركز المنشاه. طبعا قطاع المياه بصفه مستمره في قريه اولاد هارون بصفه مستمره انقطاع المياه. طبعا ناشد السيد المحافظ طبعا بالتدخل لحل الامر، ناشد طبعا شركه مياه الشرب والصرف الصحي لحل الامر. برضو في استغاثه تانية برضو بس دي في البريد، يعني استغاثه للسيد الاستاذ دكتور شريف فاروق رئيس مجلس اداره البريد المصري،
وذلك بشأن القواعد التنظيمية والمنظمة بالصرف لحافز الربع سنوي الغير عادلة، وتعمل على إثارة الخلاف والتفرقة بين البريدين. نطالب طبعا باسم كل موظف رجل بريد في مصر إلغائه وإضافة مبلغ ثابت شهريا على الراتب بدلا منه. دي أهم الاستغاثات اللي أنا كنت أحب أن أنا أنوه عنها. طبعا أنا في الكلمات الأخيرة أحب طبعا أن أنا أشكر كل فريق الإعداد لبرنامج الرأي الآخر، أتقدمهم طبعا بالأستاذ حشمت الشريف، ثم الأستاذ مالك منسق عام العلاقات الخارجية، ثم الدكتور أحمد عبد الستار ثابت الباحث في الدكتوراه في القانون والمشير القانوني للبرنامج، الشاب والأستاذ محمد الكحلاوي فراج، الأستاذ محمد سلامة. أشكر كل ضيوفي وكل المتابعين في ممكن على حسن المتابعة. التعليق بس بسيط، التعليق بسيط بس يعني بما أن أنا من سوهاج، ولو في شيء سلبي في سوهاج بننقده، ولو في شيء إيجابي بنقول عليه. بالنسبة لقطاع المية اللي اتكلمت عليه، أنا من سوهاج والمشكلة دي أنا يعني عصرتها الكام يوم اللي فات. مش انقطاع مية دايم، الفترة اللي فاتت دي كان في تغيير مواسير، وفي مواسير هلكانة كانت بتتغير، فبيضطروا بيقفلوا المية من فترة لفترة عشان يغيروا المواسير. يعني مش انقطاع كامل للمية، عشان بس حد شيء يزايد على الموضوع شوية. أنا لا بدافع ولا بنقض في الموضوع ديتي. في نهاية الحلقة شكرا للقاء آخر في برنامج الرأي الآخر. سلام الله عليكم جميعا. سلام ورحمة الله.